السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ تحياتي ليكم. زي ما انتم شايفين النهاردة معايا قفص العصافير، حبيت اغير كده المكان بتاع العصافير واروقه لهم وكده، فقلت ايه انقلهم فوق في مكان عند بيلو وعند ديفا، مكان علقهم فيه مؤقتا على القفص فيه لحد ما اروق لهم المكان بتاعهم، ونشوف بالمرة ردود افعال ديفا وبيلو. يلا بينا. طبعا ديفا وبيل زي ما انتم شايفين ورايا كده، ايه عايزين يعرفوا ايه ده، يعني ايه قاعدين يبصوا وعايزين باي طريقه يعرفوا العصافير ليه مثلا صغيرة بتتحرك كده، ايه العصافير اللي موجودة دي، يعني هم عندهم حب استطلاع جامد جدا. والمرة نشوف ايه ردود افعال ديفا وبيل هيعملوا ايه دلوقتي. بصوا ديفا بتعمل ايه. شايفين بيل شقي؟ مش هقرب بيل قوي عشان ممكن يقع القفص. انزل تحت يا بيل. لو لقيتهم اتعودوا على بعض وما ضايقوش العصافير في حاجه، ممكن اخلي قفص العصافير هنا بس اعليه شويه. ديفا كان في فيديو ليها سيبولكم في الديسكريبشن، كانت مستغربة جدا وبتلف حوالين القفص، لكن بيل أول مرة. بس بيل زي ما انتم عارفين شقي، قاعد يهوهو. بصوا مستغربين ازاي. الكلب بيبقى فيه غريزه الصيد، وبالاخص لما يكون شايف حاجه صغيره جدا فبيعايز يعرف ايه دي، عايز يمسكها، يعني بيبقى فيه غريزه الصيد. قبل كده ديفا شافت عرسه في الشارع راحت جري عليها واصطادتها. فطبعا ايه دي كتجربه، مش يعني مش كحاجة اكيدة ان انا اسيب العصافير معاهم، بس بشوف رد الفعل بتاعتهم والغريزة بتاعت الكلاب مع الكائنات الصغيرة زي العصافير كده. ولو كان في حصل قرب ما بينهم ليه لا، ما ممكن اخليهم قريبين منهم بس في مكان عالي، يكونوا معاهم في نفس المكان بس في مكان عالي عشان برضه ما يطولهمش. لكن هي دلوقتي تجربة. طبعا بيل انا ممكن افكه، هعمل تجربة كده وافك بيل واشوفه هيعمل ايه. لقيته بيعمل حركات مثلا تضايق العصافير هربطه تاني. طيب بيل تعال هنا، بيل تعال. تعال. تعالى بيل. تعالى
العصافير عارفة شكل ديفا على فكرة، وكانت قبل كده بتلعب مع ديفا وبيبصوا لها وكده، لكن مش عارف هم يعني كده، بس ما اعتقدش ان هم خايفين من ديفا، يعني مش عارف كده خايفين ولا، بس ما اعتقدش ان هم خايفين، لان هم بيقعدوا يبصوا لديفا برضو ويتنقلوا معاها حسب ديفا. ديفا بس اللي انا ملاحظ ان ديفا بتهز ديلها، يعني ايه، كنوع من انواع حب الاستطلاع والتركيز وكده، ان هي بتركز يعني إيه؟ يعني شدين انتباهها قوي. بس العلم ان ديفا لو هي مثلا يعني ايه لسه ما تعرفش، اول مره تشوف مثلا الكائنات دي العصافير دي وبتفكر انها تصطادهم، انا بعرف اتحكم في ديفا، يعني بعرف ادربها عليهم، يعني انا لو حبيت، لو ديفا بس بيلي لسه صغير ردود افعاله برضو ايه ما نقدرش نحكم عليها قوي، لكن ديفا اعرف اعودها عليهم، حتى لو هي بتفكر تصطادهم اخليها ما يعني ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. طبعا لو الفكرة ان هما ما يحاولوش يأذوا العصافير او يخوفوهم نجحت، ممكن اخليهم خلاص، اخلي القفص قفص العصافير مع الكلاب بس في مكان عالي، بحيث ان هما برضو ما يطلوش العصافير في اي حال من الاحوال. لكن لو لقيت ان الموضوع مش يعني مش متفقين مع بعض، هرجع تاني العصافير مكانهم، هو مكانهم اروق لهم واظبط لهم الدنيا وارجعهم تاني مكانهم. باللي زي ما انتم شايفين يعني ردود افعاله يعني بيلعب، مش شاغل باله خالص، لو هو صغير يعني باللي صغير، فدايما ردود افعاله ايه، تلاقيه قاعد يلعب ويرخم على ديفا كده، لكن ما بيبقاش مثلا هدفه ان هو مثلا يصطاد العصافير او كده، لا يعني ما عندوش النضج ان هو يفكر ان هو يصطاد او كده، لا كل همه ان هو يلعب. تجربة كده برضو ان احنا نجمع لأول مرة عندنا، يعني ان احنا نجمع العصافير مع الكلاب، بس دايما ديفا اللي بتدي ردود افعال جميلة، لانها هي فيها غريزة السير، لاحظتها فيها كذا مرة ان ديفا اي كائن حي صغير بيتحرك تقعد تبقى عايزه تمسكه وكده، بس لو انا اديت لها تنبيه وحاولت افهمها ان ده غلط وان هي ما تاذيهوش او كده، او ما تصطادوش بمعنى اصح، تبدا تتعود عليه وممكن تعيش معاه، يعني دي بقى ممكن تعيش مع بط صغير، كتاكيت صغيره، عصافير، فراخ، ارانب، حمام، اي كائن صغير، بس اول انطباع ليها بتبقى عايزه تصطاده، وبعد كده ايه بتتعود. شايفين رد فعل ديفا؟ قاعدة تبص ازاي؟ وبتهز ديلها.
هو لحد دلوقتي مفيش اسلوب عدواني من ديفا وبيل، يعني ما لقيتش اسلوب عدواني مع العصافير، فممكن كده نبقى نخلي العصافير تقعد معاهم، بس بقى نرفع قفص العصافير فوق بحيث ان هم ما يطولوش قفص العصافير نهائي. يعني بصوا الاتنين واقفين لهم ازاي وبيبصوا عليهم. دي بتقعد تسند على الحيطة وتقعد عايزة تبص لهم، عايز تعرف ايه ده؟ بيل برضك منه كان مربوط كل همه وتفكيره ان هو اتفك، يعني هو كده في قمة سعادته ان هو اتفك. بصوا ديفا، ديفا منها كبيرة وغريزة الصيد قوية قوي مع ديفا، فبتقعد مركزة قوي مع الكائنات الصغيرة دي وهي بتتحرك. بس العصافير مش خايفة، يعني العصافير وبتبص لهم عادي، يعني بالأخص ديفا هم عارفين شكلها. يعني هم عارفين شكل ديفا. تجربة النهاردة كانت ان احنا نجرب العصافير مع الكلاب ونشوف كده ايه ردود افعال العصافير مع الكلاب، بس الحمد لله مفيش اي رد فعل عدواني، فايه ممكن نخليهم يعيشوا مع بعض، وكنوع من انواع الونس ان هم يونسوا بعض. بس برضو مش هنخلي اي كلب يقدر يوصل لاي عصفور من اللي موجودين في القفص، بحيث ان احنا ايه نوفر الامان للعصافير. برضو بصوا بقى ديفا قاعدة تسند على الحيطة ازاي، ديفا برضو بيبقى عندها حب استطلاع جامد جدا. بصوا شايفين؟ هما طالعين لهم وبيبصوا عليهم وكده، وديفا بتبص، بس ديفا مش عدوانية زي ما قلنا، هي بس غريزة الصيد بتقعد حب استطلاع وبص وكده. يلا عشان ما اطولش عليكم، اتمنى يكون الفيديو كانت فكره جميله كده وتجربه جديده ومفيده ليكم، وياريت تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس، واللي عنده اي تعليق يكتبه لنا. تمام، تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.